حاور الشوارع وسط المدينة جميع الأجهزة. سياره من نوع باسيا لوغان فقط سواق سياره البشره عندكم حركه كبيره ذهاب وإياب. شاركت مصالح الحمايه المدنيه هذا اليوم مع مصالح الامن في حمله تخصيصيه توعويه للوقايه من نحوات المرور وخاصه نحوات المرور التي تكون على مستوى المنعرجات، حيث تم تقديم توصيات وتدابير وقائيه لصالح سواق السيارات بمختلف انواعها وذلك للحد من حوادث المرور، حيث تم تقديم توصيات وقائيه عدم ركن السياره في المنعرجات، عدم القيام بمناورات خطيره، عدم القيام بالسرعه المفرطه التي تعتبر من الاسباب الرئيسيه لحوادث المرور. لذا قدمنا للمواطن شروحات وتدابير وقائيه لكي ياخذها بعين الاعتبار وذلك للحد من حوادث المرور وايضا تطبيق قانون المرور.